العاصمة الأردنية عمان آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية. آية، هذا المقال يعني تم نشره أيضا في الأردن، يعني ما أهم المحددات والرسائل أيضا، وكيف تابعت الأوساط في الأردن هذا المقال؟ نعم، تحياتي لك منى. يعني نرى بأنه فعلا هناك رسالة مباشرة وواضحة من خلال المقال المشترك بين الأردن ومصر وفرنسا، ولاحظنا بوجود كلمة إيقاف. كلمة الآن التي ذكرت في هذا المقال تبين بأن إسرائيل ملزمة بإيقاف لإطلاق النار، خاصة بأن البيان ذكر بأنه قبل 10 أيام يعني قام مجلس الأمن بقرار رقم 2728 استمر قطاع غزة وإسرائيل لم تلتزم. هناك لهجة واضحة تحدث عنها الزعماء في الأردن ومصر، مبادئ كان الأردن ومصر دائماً عليها كان من وقت يعني الأزمة في سطح. يمكن أن نلاحظ اليوم بوجود فرنسا شهد الوسط، فعلا هناك يروا بأن فعلا أوروبا حاليا تتغير وجهة نظرها تجاه القضية الفلسطينية، وهناك دعم أيضا تم الإدانة فيما يخص استهداف العاملين في المنظمات الدولية، وكان آخرها طبعا العاملين في القافلة المطبخ المركزي والذين تم استهدافهم من خلال القافلة. هناك إدانة من الزعماء باستهداف المدنيين العاملين في هذه المنظمات والذين يوفرون العون والمساعدة إلى أهالي قطاع غزة. تحدث أيضا المقال عن المجاعة التي تحدث فعلا وهي حاصلة لأكثر من 1.5 مليون مواطن متواجد حاليا في أو نازح متواجد في جنوب القطاع، إلى جانب أيضا العرقلات التي تضعها إسرائيل. هناك العديد من المبادئ التي تحدثت عنها الدول الثلاث، وهي تطالب إسرائيل بتحمل المسؤولية، وأيضا تحذرها من موضوع الاجتياح الذي تتحدث عنه إسرائيل إلى رفح وما سيكون له من عواقب خطيرة على المنطقة، وأنه لن يعم السلام والأمن إلا من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. طبعا منى، نحن شهدنا مسبقا يعني تصريحات لوزراء الخارجية لمصر والأردن وفرنسا كان في القاهرة، اليوم نشهد مقال للزعماء حول هذا الموضوع، وهو تأكيد من أجل التزام إسرائيل بالمبادئ التي تحدث عنها مجلس الأمن وأن تكون نافذة وعلى أرض الواقع. بالتالي يعني هذا المقال الذي نشر في العديد من الوسائل العربية والعالمية هو دلالة بأن المواقف ثابتة ومستمرة، ونهاية المقال بينت بأن الأردن ومصر إلى جانب فرنسا سيكون هناك استمرارية في الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار. وأيضا تم الحديث عن الاقتحامات التي تحدث في الضفة الغربية وأهمية الوصاية الهاشمية، استمرارية الاستيطانات التي تقوم بها إسرائيل ستؤجج الموقف وستؤدي إلى عقبات وخيمة في الأيام المقبلة إن استمرت. العديد من الرسائل كانت واضحة من الزعماء الثلاث وبالأخص من الأردن ومصر لأنها كانت ثابتة منذ 7 أكتوبر وقبل ذلك. نعم.